أهلا بكم من جديد. قال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار إن بلاده ترفض ما وصفه بالتوطين المبطن للمهاجرين غير النظاميين. وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أدان عمار توظيف السياسية أو الإعلامية لمعاناة ضحايا الهجرة غير النظامية لخدمة الأجندات السياسية حسب تعبيره. دأبت تونس على التعاطي مع مسألة الهجرة غير النظامية بما يتوفر لديها من إمكانيات بكل مسؤولية، انطلاقا من تمسكها الثابت بمنظومة حقوق الإنسان واحترامها لالتزاماتها الدولية. ونؤكد في المقابل أن تونس لن تقبل بالتوطين المبطن للمهاجرين غير النظاميين، كما أننا ندين كل استغلال سياسي أو إعلامي لمسؤول لمعاناة ضحايا الهجرة غير النظامية خدمة لأجندات سياسية. أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيد تقسيم البلاد إلى 5 أقاليم تمهيدا لإجراء الانتخابات المحلية جدلا واسعا وتساؤلات في الأوساط السياسية والشارع التونسي. قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بتقسيم البلاد إلى 5 أقاليم قوبل بانتقادات من سياسيين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. الانتقادات ركزت على مسألة تفرد سعيد بالقرار بدلا من تمكين نواب البرلمان من مناقشة مشروع التقسيم والموافقة عليه. ونص الأمر الرئاسي الصادر بالجريدة الرسمية على تقسيم تراب الجمهورية إلى 5 أقاليم، وأن مجلس الإقليم يجتمع بالتداول بين المحافظات المكونة للإقليم، وتعقد الاجتماعات في مقر المحافظة، على أن يتغير مقر الاجتماع كل 6 أشهر بالنسبة لكل إقليم. وجاء هذا التقسيم ضمن التنظيم السياسي الجديد الوارد بالدستور التونسي المصادق عليه العام الماضي. ويأتي التقسيم الجديد قبل نحو 3 أشهر على موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم، حيث ستجرى انتخابات جهوية ثم انتخاب الغرفة التشريعية الثانية أي مجلس الجهات والأقاليم. ويعتبر محسن مرزوق من حركة مشروع تونس أن تقسيم البلاد لأقاليم مطلة على البحر فكرة قديمة وموجودة في دستور 2014، غير أنه شدد على أن هذا التقسيم لن يكون له معنى إذا اقترن فقط بمسألة الانتخابات، مشددا على ضرورة أن يقترن برؤية تنموية شاملة فيها تخصص وتكامل من منظور خلق الثروة المادية والرمزية. ويرى مؤيدو الرئيس سعيد أن تقسيم البلاد إلى أقاليم منفتحة على واجهات بحرية اقتصادي بحت لتحقيق الاندماج بين الجهات من خلال ربط الولايات والجهات الأقل نموا بالولايات الأكثر نموا. ومعنا من تونس المحامي الباحث في القانون الإداري والدستوري علي البدوي. أهلا ومرحبا بك سيد علي البدوي. لماذا أثار هذا القرار من الرئيس قيس سعيد كل هذا الجدل في الأوساط السياسية وحتى الشعبية؟ شكرا على الاستضافة. حقيقة بالنسبة لهذا القرار الصادر منذ أيام، هناك نقطتين مهمتين خاصة بالنسبة للنقطة الشكلية القانونية تتعلق أولا بصلاحيات رئيس الجمهورية لإصدار مثل هذا المرسوم. نحن نعلم جميعا أنه منذ تشكيل وانتخابات المجلس النيابي مجلس نواب الشعب أصبحت له السلطة الدستورية لتشريع القوانين. القانون الانتخابي والقانون الانتخابية هي من أهم القوانين التي في صلب مهمة مجلس نواب الشعب، ولكن رأينا أن رئيس الجمهورية أصدر هذا المرسوم والذي حدد تاريخ الانتخابات، وخاصة جاء بتقسيم إداري جديد جغرافي يتمثل في تقسيم البلاد إلى 5 أقاليم. هذا المشروع هو حقيقة مشروع الرئيس قيس سعيد منذ يعني قبل حتى قبل تسلم مقاليد السلطة، باعتبار أن هناك يعني عملية البناء القاعدي الذي اعتمده في مشروعه والذي اعتمد على السلطة المحلية وصولا إلى السلطة المركزية. التقسيم هذه تقسيم الأقاليم ولو إن كانت فكرة موجودة من سابق حتى في دستور 2014، ولكن الفكرة كانت فكرة تنموية
تقوم اساسا على التنميه الجهويه الشامله، وخاصه صلاحيات الاداريه ليست عميقه، خاصه باعتبار ان المركز والمحوريه تتمركز اساسا في العاصمه ربما وهي ذات السلطه الكبيره. ولكن هذا التقسيم الجديد حقيقه هناك يأتي قبل أيام، من قبل يعني أشهر من الانتخابات، التقسيم أثار جدلا باعتبار أن هناك أصلا ولايات يعني تم ضمها لولايات أخرى ليست لها علاقة لا مستوى الجغرافي وليس المستوى التنموي، فقط ربما كانت عملية يعني ديمغرافية. ولكن هذا المشروع حقا يقوم أولا كما قلت على العملية الديمغرافية، ولكن التقسيم هذا في هذا الوقت كان هي عملية سياسية بامتياز باعتبار لا علاقة لها أصلا. كي نستوضح منك سيد علي البدوي ما قلته وما أثار تساؤلات كثر، قالوا هل من مهمة ومن صلاحيات الرئيس أن يقوم هو بإصدار هكذا قرار؟ هل هو تعدي على دور نواب البرلمان؟ هل من مهمة نواب البرلمان إصدار هذا القرار؟ يعني نريد أن نستوضح هذه الفكرة بحد ذاتها، هل هو تعدي على الصلاحيات من قبل الرئيس قيس سعيد؟ كما قلت لك يا ستي، يعني حالة الاستثناء وقع إلغاؤها بصدور نتائج الانتخابات المجلس النيابي مجلس نواب الشعب، والذي له أصبحت السلطة الأساسية في الانتخابات في تشريع القوانين. رئيس الجمهورية عندما يعني أنهى حالة الاستثناء عاد من جديد بهذا المرسوم، المرسوم لا يمكن أن يتم هكذا بجرة قلم، ولكن يجب أن تكون هناك مناقشات داخل اللجان المجلس النواب مع المشاركة طيف كبير من المجتمع المدني إلى جانب الاستشارة ربما وطنية كبيرة، حتى يمكن الوصول إلى نتيجة أنه سوف يقع تقسيم البلاد إلى خمس أقاليم أو أكثر أو أقل. التقسيم كما قلت هو ليس الإجراء الفردي. نعم. هذا التقسيم هو كان متضمن بشكل أو بآخر في دستور 2014 وإن كان له بعد تنموي، الآن يتم الحديث عن البعد السياسي، ما تأثيره على الانتخابات القادمة في ديسمبر القادم؟ هذا هو الأساس، يعني بالنظر إلى النتائج ربما الانتخابات الأولى لمجلس النواب الشعب، خاصة نسبة المشاركة والعزوف الذي شاهدناه في هذا المجلس وهو المجلس الأكثر شعبية ربما على المستوى الوطني، المجلس النيابي مجلس الأقاليم والجهات ولو إن كان موجودا في دستور 2022، ولكن حقيقة يعني أول شيء توقيته يعني تزامنا معها يعني أشهر قبل الانتخابات البلدية، هناك انتخابات أخرى، خاصة أن المواطن التونسي أنهك بهذه الانتخابات، في كل مرة هناك انتخابات وفي كل مرة هناك نشاهد عزوف، وخطر الانتخابات ربما تكلف يعني ملايين الدينارات، خاصة في وضع سياسي ربما وفي وضع اقتصادي هش بالنسبة للبلاد التونسية. سوف نلاحظ حتى في مواقع التواصل الاجتماعي هناك عزوف تام لمثل هذه الانتخابات القادمة، إضافة إلى ما ستغذيه هذه الانتخابات من يعني النعرات الجهوية والقبلية، خاصة إذا لاحظنا بالقانون هذا المرسوم ان هناك يعني الانتخابات هذه صلاحيات النواب بالنسبه لهذه كل 13 يتم تغييرها وكل 16 في محافظه، لن يكون هناك مشروع تنموي شامل باعتبار ان النائب سوف لن يكون له حتى في مجرد فكره ما زال معناتها في طريق البسط سوف تحال الى هناك نقطه مهمه إلى جدا محافظة بالاضافه أخرى. الى ذلك يعني عدم كفاية الوقت لإقامة المشاريع التنموية، هناك نقطة أثيرت وهو عدم إعطاء تسميات لهذه الأقاليم والاكتفاء بالقول الإقليم رقم 1 رقم 2 رقم 3، هل هذا عامل سلبي أو إيجابي؟ نحن نعلم أن يعني بالنظر إلى الخريطة الجمهورية التونسية هناك إقليم الشمال الوسط الجنوب وهو المتعارف عليه منذ القدم، وليس إقليم ولكن ربما التقسيم العادي. خمسة أقاليم إلى حد الآن، ربما هذه الأقاليم ربما تحيل إلى فكرة ربما تاريخية بالنسبة لبلدان أخرى، بلدان كبيرة ربما لها الاستقلالية ربما السياسية وحتى الاقتصادية ربما حتى يعني خارج الوسط يعني خارج المحور. هذه الأقاليم تم
قسمتها ليس في المشروع على اساس هناك تنموي مطار وهناك يعني بحر وهناك يعني تنميه جهويه، ولكن التقسيم هذا سوف يشكل عائق كبير باعتبار ان المركز سوف يكون هو المركز، يعني تونس العاصمه سوف تكون هي محور يعني الاداره التونسيه باعتبار ان الوزارات جميع الوزارات متشكله في تونس العاصمه، حتى ولو كان هناك تقسيم اقليمي فسوف يكون المواطن التونسي يعني عند قضاء شأن الإدريس خاصة المتعلق بالإدارة الكبرى سوف يتوجه إلى الإقليم الأكبر المركزية التونسية إلى تونس العاصمة. شكرا جزيلا لك ضيفنا من تونس المحامي الباحث في القانون الإداري والدستوري علي البدوي، شكرا لك.